السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من المرابطون وتتابعون فيها. أسرة الأديب الراحل محمد والعبدي تسلم وزيرة الثقافة الموريتانية مكتبة للفقيد تشمل أكثر من 1300 إصدار. والبيليل يدعو فرقاء الساحة السياسية الموريتانية إلى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عما سماه استنساخ ومحاكاة تجارب البلدان الأخرى. احتجاجات أمام الجمعية الوطنية تزامنا مع افتتاح الدورة البرلمانية الثانية للعام 2014-2015. أهلا بكم. سلمت أسرة فقيد الأدب الموريتاني الدكتور محمد والعبدي وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية هندو من تعينينا مكتبة للراحل تتألف من 1300 كتاب بين الشعر والأدب والفلسفة والتاريخ. وثمنت من تعينينا في كلمة ألقتها هذه الخطوة، كما أشادت بدور الراحل في التعريف ببلاده في الخارج وحرصه على تنفيذها طيلة سنواته بالغربة. هذه ربما تعود أول حفل بعد أن نشوفه مؤخرا من هذا النوع، حد يعود عاطي هادي عمل حياته وحياته كاملة وما كان فيها للوطن وللموريتانيين. وهذا الفقيد قطعا عنه كان سفير كبير جدا لموريتان، وكان علامة عزته لها عنه ذا هو اللي مجهود حياته كامل اهداه بكله للوطن. رأي الدكتور محمد والعبدي رحمة الله عليه بأهمية القراءة وأهمية الكتاب ودوره الذي وضميره الذي يأبى إلا أن يظل ينبض بحب الوطن وحب الخير لأهله حتى وهو يغلق دفاتره ويتأهب للرحيل، هما ما جعلاه يوصي بوضع مكتبته الخاصة التي تضم بين رفوفها أزيد من 1300 كتاب في متناول القارئ الموريتاني المتعطش لشتى العلوم والمعارف. فأي رسالة نبيلة هذه لأولئك الذين يتركون مكتباتهم الخاصة حكرا على الأسرة والعائلة. دعا رئيس الجمعية الوطنية في موريتانيا محمد والبيليل خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية للعام 2014-2015 النواب إلى الحرص على جعل العمل البرلماني جسرا للتواصل والحوار بين الطبقة السياسية ودعامة أساسية لما سماها الديمقراطية الواعدة. ستحرصون بالتأكيد خلال هذه الدورة على أن تجعلوا من العمل البرلماني رافضاً مهماً للتواصل والحوار الراشد بين الطبقة السياسية في مختلف توجهاتها ومشاربها، ودعامة رئيسية لديمقراطيتنا الواعدة التي نراقب بفخر واعتزاز نموها المضطرد وصلابتها المتزايدة. وعبر والبيليل عن أمله في أن يغلب مختلف الفاعلين السياسيين أن يغلبوا بموريتانيا إلى المصلحة العليا للبلد، ويدركوا طبيعة المرحلة وما تتطلبه بعيدا عما سماها استنساخ أو محاكاة تجارب شعوب وبلدان أخرى مختلفة. نأمل أن يكون الفاعلون السياسيون جميعا عند حسن ظن المواطن بهم، منكرين لذواتهم، مغلبين للمصالح العليا للبلد، مدركين لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، ساعين لتحقيق طموحات الشعب وأماله، وبعيدا كل البعد عن استنساخ ومحاكاة تجارب شعوب وأمم أخرى لها خصوصياتها المرتكزة على حقائقها التاريخية والجغرافية المغايرة.
انتقلت الرئاسة الدورية لكترة أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي من رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولب الخير إلى رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل والهميد. وعبرت الكتلة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس بنواكشوط عن سعيها للحوار وتأكيدها على المشاركة فيه، كما دعت باقي الأطراف إلى الدخول في الحوار من أجل تجاوز البلد ما سمتها الأزمات التي يعاني منها. المعاهدة كيف قال معروفة، والدور اللي قامت به الحوار جاد عليه، ودائما نقول عن قضايا البلد ومشاكل اللي تنحل لها بالحوار. الضيقات ما هم اللي يحرون، ما هم اللي يحلون. اللي فيه اليوم الأول اللي قطنا عشنا، والأخوة في المنتدى راجل إن شاء الله عم يشاركوا في الحوار معانا ومع الأغلبية، ونحصلوا على ذلك اللي ما حصلنا عليه احنا ذيك الساعة في صالح البلد. لنقول عنا اللي متباركين معاه واللي كنا احنا متباركين معاه، قلنا صرنا عنا احنا كنا كيف تعرفوا أعضاء فيها ساي مازال تنقال للفنديدين، وطرحت نفس القضية وعقبنا احنا هذا قررنا عنا نشارك بالحوار بلا شرط. وكيف قال الرئيس مسعود دبي قطعا عنا حصلنا على ياسر للبلد اليوم. قال الناطق باسم تكتل القوى الديمقراطية إن رد السلطة وأغلبيتها على وثيقة ممهدات الحوار المقدمة من قبل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ينم عن عدم الجدية في استكمال مسار الحوار. ورأى البعض في هذا التصريح محاولة لتوجيه بوصلة رد المنتدى الذي تعهد بتقديمه بعد الدخول في مشاورات لتقييم الرد الحكومي. التفاصيل في التقرير التالي. لم ينتظر حزب تكتل القوى الديمقراطية دراسة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي ينتمي إليه لرد السلطة وأغلبيتها على وثيقة ممهدات الحوار التي طرحها المنتدى، فعبر الناطق باسمه عن خيبة أمله من طبيعة الرد واصفا إياه بغير الإيجابي. سليمان محمد فال قال في تصريح صحفي إن ما وصفه بالرد الحكومي الشفوي والبطيء ينم عن عدم جدية في استكمال مسار الحوار لإبقاء باب التنكر لمخرجاته مواربا. واتهم الناطق باسم التكتل الطرف الحكومي بتجاهل ممهدات الحوار التي تضمنتها وثيقة المنتدى جملة وتفصيلا. بعض المراقبين السياسيين رأوا في وصف بالتصريح الناري للتكتل إشارة تحذير استباقية لأي موقف مهاد قد يصدر عن المنتدى خلال دراسته للرد الرسمي على وثيقة الممهدات، ويخشى البعض من أن يفضي ذلك إلى بروز خلافات جديدة داخل أروقة الطرف المعارض بخصوص الرد على الرد. المنتدى قال في إجاز صحفي بعيد اجتماع السبت إن الطرفين ناقشا بعض البنود التي تسعى إلى بناء الثقة، ثقة يبدو أن بناءها سيكلف أكثر مما يتطلبه تشييد صرح الحوار نفسه. فهل ستضيع فرص عقد الحوار بينما يعتبره بعض المحللين محاولات النظام وأغلبيته كسب الوقت كرهان لإحداث ثغرات يمكن الولوج منها إلى تماسك المنتدى، وبينما يصفه آخرون بالمواقف المعرقلة الصادرة عن بعض الأطراف المعارضة؟ أكد ائتلاف النقابات الطلابية خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط رفضه التراجع عما سماها المكتسبات التي قال إن الطلاب حققوها في مجال المنح. وقال ائتلاف النقابات الطلابية إنه سيواصل نضاله السلمي في سبيل الدفاع عن منح الطلاب، مضيفا أنه سينظم مهرجان وصفه بالحاشد أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعبر فيه عن مضيه في الدفاع عن منح الطلاب. نتابع. منذ إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلغاء قرار لجنة المنح للعام الدراسي 2014-2015 والساحة الطلابية تغلي في الداخل والخارج، والصوت الطلابي يرتفع مناديا للتراجع عن القرار الذي اعتبرته النقابات الطلابية مجحفا وغير مبرر. تعددت الأنشطة المنددة بالقرار والتي كان من آخرها هذا المؤتمر الصحفي الذي نظمه ائتلاف النقابات الطلابية في التعليم العالي. المتحدثون خلال المؤتمر دعوا الجهات الوصية إلى التراجع عن قرارها والسعي إلى زيادة المنحة وتعميمها على الأقسام النهائية في كل تخصص وكذا على سلك الماستر.
أختي أنا أكد عن اللي مطالبين به في النقابات الطلابية مجموعة من النقاط، أولها هو عن طلاب سنة ثالثة عنهم يمتنحوا بالطريقة اللي كانوا يمتنحوا بها أخر، أيضا طلاب ماستر مطالبين بعد اللي حاصل لهم ذلك حالة مو طبيعي، طلاب ماستر الحالة الطبيعية عنهم يمتنحوا بهم اللي هم ثلاث سنوات والحالة الطبيعية عن حد خال حد مشى من سيرك شور سيرك أخر ترجع له منحته اللي كانت مقطوعة عنه، أيضا طلاب الخارج يعانوا معاناة حقيقية من الغربة ويعانوا معاناة عنهم ما قدروا يجبروا التخصصات اللي يحلموا بها في وطنهم، أيضا هم اللي تم إلغاء منحهم، ونحن في النقابات الطلابية مأكدين عن هذا المكسب اللي تحقق للطلاب العدد اللي متنح منهم عنا رافضين تماما التراجع عنه. كما تطرق المتحدثون إلى الخطوات النضالية والنشاطات النقابية التي تم تنفيذها لحد الساعة دون استبعاد التصعيد إذا ما اقتضى الأمر ذلك. الخطوات المقبلة لأن إن شاء الله ونحن في لقاءات مستمرة ومفتوحة واجتماعات مفتوحة من أجل دراسة قضية ومن أجل الخطوة ومن أجل اتجاه نحو حلها، وعلى إن شاء الله الآن فتنا أعلننا عن المهرجان إن شاء الله ليعود يوم الأربعاء الساعة 10 قدام وزارة التعليم العالي، وفي خطوات أخرى كيتمشار بعض الإخوة ليعلن عنها وقتها إن شاء الله. وتبرر الوزارة الوصية تراجعها عن قرار لجنة المنح بالقول إن الغطاء المالي المخصص لهذا البند غير متوفر في خزائن الدولة. أخطأ الوزير عندما تعرض لمنح الطلاب، لأن الطلاب سواء كانوا هنا في موريتانيا أو في الخارج يعانون جميعا معاناة لا يكفي معها ما يعطى للطالب، ومع ذلك يحرمون مجموعة منهم من منحهم رغم أنه لا يوجد نص في القانون الداخلي يمنع طلاب ماستر من الحصول على المنح. وفي انتظار حل مشكل المنح يتواصل الجدل بين الطلاب ويكثر تبادل الحديث حول أهمية النضال واستمراره سبيلا للضغط على الوزارة حتى تتراجع عن قرارها وتنصف الطلاب في الداخل والخارج. نظمت وزارة التهذيب الوطني بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية دورة تكوينية في نواكشوط يستفيد منها عشرات مديري التعليم الأساسي ورؤساء مدارس التعليم الثانوي من ولايات مختلفة، ويهدف هذا التكوين وفق الجهات المشرفة عليه إلى تطوير خبرات المشاركين في المجالات التربوية والإدارية والمالية. إن سياسات الإصلاح وخطط التطوير والتغيير المتسارعة التي شهدتها وما تزال تشهدها أنظمة التربية والتعليم وطرق التكوين والتأهيل في مختلف دول العالم وما صاحب ذلك من ارتفاع في مؤشرات التنمية وأنساق الإنتاج يثبت بشكل قاطع الترابط العضوي الوثيق بين رصيد الأمم والشعوب من المعارف والمهارات والعلوم وما استطاعت تحقيقه لفائدة مجتمعاتها من تقدم وازدهار ورفاه. انطلاقا من هذه الحقائق التي أصبحت تدخل في إطار المسلمات، أعطت السلطات العليا في بلادنا أهمية قصوى ومكانة متميزة لقطاع التهذيب الوطني ولتحسين جودة التعليم بشكل أكثر خصوصية. احتج العشرات من سكان قرية تيفيريت أمام مبنى الجمعية الوطنية تزامنا مع افتتاح أعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية، مطالبين بإبعاد مكب النفايات عن قريتهم، وقال المحتجون إن المكب ألحق بهم أضرارا وصفها بعضهم بالجسيمة، مناشدين نواب البرلمان بإيصال رسالتهم للجهات المعنية. قرية تفيري تتعاني من هذه القمامة اللي تتصبلها يوميا منها آلاف الأطنان، عاتم أدية الحساسية للواقش وعاتم أدية السرطانات الماي معروفة والأمراض الماي معروفة والوفيات، وفي هذه فترة الخريف عاد يجي منها شمن الذنبان أكثر من الغرض، والصدار اللي حذاها حد يختار يشوف يجي الحكومات مات نتيجة لهذه القمامة اللي هي اللي تنزاد يوميا. هذا المكب احنا طالبين من الدولة عنها تحول عنا. وأمام الجمعية الوطنية احتج كذلك عدد من العاملين ببرنامج أمل منددين بما وصفوه الابتزاز الذي قالوا إن مسيري البرنامج باتوا يتعرضون له، كما طالبوا كذلك بدفع مستحقاتهم التي قالوا إنها متأخرة منذ أشهر.
الناشد رئيس الجمهوريه من هذه الوقفه بانه ينصف شيء قالوا المسير اللي يشتغل في نقرده برنامج امل وثانيه اللي ينصف المجموعه الثانيه من مراقبين ومن وزاله ينصفهم مباشره ويعطيهم حقوق ونطالبه بانه يحول البرنامج الى وكاله وطنيه يكان على الاقل هذه الناس كامله تشتغل فيه تجبر حقوقها، والثاني نطالبه بانه ذاك الان يتدخلنا بعد بسرعه بتدخل سريع يعطونا رواتبنا اللي متاخره لها شهرين متاخره. دعا نقيب الصحفيين الموريتانيين السابق الحسين والمدو إلى خلق آلية تمكن من وجود عين ناقدة تسهم في التحسين من المخرجات الإعلامية، وذلك عبر إنشاء هيئات مجتمعية تمتلك آليات تقييم سنوية لهذه المخرجات. جاءت دعوة والمدو في كلمة له خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين الموريتانيين تخليدا لذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة. لعملية تحرير مجال السمع البصري والقوانين التي تبدو أكثر انفتاحا من أجل إطلاق حرية الصحفي، بات من واجبنا العمل على ابتداع آليات تؤمن وجود لا أقول رقيب بالمفهوم الرتعي وبالمفهوم الذي حوري إن صح التعبير، وإنما هو عين بصيرة ناقدة ونقدية تسهم في المزيد من تحسين المخرجات عبر إبداء النصح عبر إبداء الملاحظات، وهو ما جعل النقابة تدعو كثيرا وما أشار إليه النقيب إلى ضرورة استحداث هيئات مجتمعية تتكفل أساسا دون أن تتملك السلطة الضبطية أو الردعية التي تتوفر على سلطات التنظيم من سلطة عليا للصحافة والسمات البصرية أو غيرها، تتملك هذه جمعيات المجتمع المدني من قراء الصحافة مستمعيها مستهلكي المادة الإعلامية، تتملك آليات تقويم سنوي من أجل تقديم وجهة نظرها كمستقبلين حيال المخرجات الإعلامية التي يقدمها الصحفيون بصفة عامة. من ناحية أخرى، دعا نقيب الصحفيين الموريتانيين الحالي أحمد سالم ولي المختار السالم إلى إقامة معرض سنوي للصورة يتم من خلاله استذكار قدماء مهنة التصوير في البلد ودورهم في الحفاظ على ذاكرته وتكريمهم على ذلك. نتوخى من خلال هذا المعهد أن نقنع الحكومة الموريتانية والرأي العام الدولي الوطني على إقامة معرض يوم وطني للصورة سنوي يكون مناسبة نتذكر فيها هذه الذاكرة التي تحفظ ذاكرة البلد أو الصورة التي تحفظ ذاكرة البلد، ونتذكر فيها قدماء المهنة لتكريمهم والتأسي بحياتهم للجيل الصاعد. هنالك معرض الكاريكاتور على اعتبار أن الكاريكاتير جزء ناطق من الصحافة، قد يكون في كثير من الأحيان أبلغ من المقالات ومن النصوص ومن الاستقصاءات التي تقوم بها الصحافة، لذلك هنالك معرض الكاريكاتير على اعتبار أنها جزء أساسي مما يقول نعتبره اليوم صحافة وطنية، وبالتالي أيضا سنحاول أن يكون هنالك يوم وطني للكاريكاتير على اعتبار أنها وتؤثر جدا في سلوك الفرد وعلى أنها رافد أساسي لتغيير العقليات. نشرة السادسة وصلت إلى نهايتها وقد تابعتم فيها أسرة الأديب الراحل محمد والعبدي تسلم وزيرة الثقافة الموريتانية مكتبة للفقيد تشمل أكثر من 1300 إصدار. والبيليل يدعو فرقاء الساحة السياسية الموريتانية إلى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عما سماه استنساخ ومحاكاة تجارب البلدان الأخرى. احتجاجات أمام الجمعية الوطنية تزامنا مع افتتاح الدورة البرلمانية الثانية للعام 2014-2015. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك والظاهرة على الشاشة. السادسة والنصف تتابعون حلقة جديدة من المشهد، ومشهدنا لهذا اليوم حول افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية ودعوة رئيس الجمعية الوطنية إلى الحوار. في التاسعة نشرة إخبارية مفصلة مع زميلتنا أمامة أحمد. في أمان الله.